عسر وضيق ويسر. الحمد لله مستوفين والحمد لله. المسافة بينهم مرات تكون طويلة وشاقة. استجني قال هذا يومي ثلاثة أيام خدمتهم وإحنا مش مستحقين تخدم معنا. لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قصتنا لهذه الليلة فرصة كبيرة لكل من ضاقت بهم سبل العيش وتعبوا في حياتهم وتناسوا بأن الأرزاق بيد الله. ضيفنا الليلة صديقنا عبد الرحمن، حيعطينا معاني جديدة للصبر والكفاح بفضل تجربته المريرة مع لقمة العيش. يلا مع بعض نشوفه ونتعلمه. لين كيف حالك؟ وين بابا؟ ضبحي لي بابا بر، ضبحي لي بابا بشي. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نهارك مبارك. شنو حالك؟ تفضل. كيف الاخبار؟ نهارك مبارك. شنو امورك؟ كيف حالك؟ باهي ان شاء الله. سيد عبد الرحمن ولا؟ ايوه. شنو امورك؟ باهي كيف حالك؟ كيف الاخبار؟ باهي ان شاء الله. الامور تمام؟ الله يبارك فيك. ربي يحفظك بارك الله فيك. طبعا نكلموك شباب جمعية يا اخي، بنديروا معك شوية لقاء يعني هيك لقاء على السريع، بنهدرزوا على عبد الرحمن والصعوبات اللي واجهها عبد الرحمن. تفضل. مونات يعني في عبد الرحمن فيش مشكله عادي. تفضل. تفضل بارك الله فيك وسامحنا بالله. لا ولا يهمكم. تم عبد الرحمن. هي بسوش بكتب هي. سامحنا عبد الرحمن، جيناك في القايلة. والله يعني ماني فاهم حاجه، ولا اني متوقع حد يجيني توا كاميرات اللي قدامي هذه، يعني ما فهمتش انتم من وين، جمعيه ولا شنو؟ باي. نشرح لك، احنا برنامج يشجع في الناس اللي تكافح واللي تخدم زيك انت، واللي تكافح وتخدم بالقرش الحلال، الناس اللي هي تكافح باش على قوت يوم على قوت يومها يعني. تمام. اللي زيك انت، انت راجل تخدم وتكافح. هذه المعلومه اللي وصلت ان الرجل هذا يخدم ويكافح من اجل صغيرتها، وان شاء الله ربي يعاونك. احنا نشجع في الناس اهم. بارك الله فيك. ما فيش اشكاليه يعني. بارك الله فيك. تمام. باي عبد الرحمن، نبيك تحكي لي عبد الرحمن شنو يشتغل عبد الرحمن؟ والله شو نقولك، تو اعمال حره هكا، شويه من هنا وشويه من هنا، ونخدم فرابش ومهم نطلع مصروف الصراف اليومي وخلاص. باي احكي لنا قصة عبد الرحمن، شنو كان يشتغل في الاول وشنو بعدين اشتغل؟ كنت البدايه كنت شغلي الاول، الوظيفه الاولى كنت بحار نشتغل على السفن. كويس. بعدين اشتغلت في موظف حتى في السفاره الامريكيه، لين جت الحرب طيب المطار، بعدين سيبوا الامريكان وسيبوا ومشوا، قعدنا هكا. بعدين نخدم مره في سوق ومره في محل ومره في محل مواد بناء، حتى هو خدمت فيه، خدمت فيه ممكن يجي ثلاثه اربع ايام، اربع ايام ولا خمس ايام. جاي واحد، هم ثلاثه اخوت شركه، جاي واحد منهم ما شافنيش الايام اللي فاتت الاولى اللي خدمت فيهم ثلاثه ايام، نضبح عليه واحد الموظفين، قال هذا مني، قال هذا واحد ذي بيخدم على عمال رفاق، نجيبه في المواد بناء نعبه في السيارات ننزله. نربي عامل. ايه. قال اضبح عليه، ولا ما ضبحش علي، اعطاني اعطاه 40 جنيه، قال هذا اعطيهم له، ولا 60 جنيه، استغفر الله 60 جنيه، قال هذا يومي ثلاث ايام خدمتهم واحنا مش مستحقين تخدم معنا. استغربت انا، قلت له علاش شنو فيه؟ اللي جاب لي فلوس، قال لي حتى لي والله ماني فاهم حاجه هذا. قلت له لكن هو قال لي، قلت له باي وين؟ قال لي انا في المكتب. خشيت، لا السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ، لا باس شنو في بالك؟ شفت عيب؟ وانا قلت له ما شفتكش قبل، تو لاحظ في اللحظه دي انت خشيت، خوتك الاولين اللي تفاهمت معاهم وخدموني هم. قال لي لا والله ما في حاجه. قلت له باك شفت مني عيب، باك مقصر، بالك تشبع فيا ونخدم. يا اخي واحده منهم مشات رفعني، واحد من خوتها عندهم بني خلف المخزن، قال لي نبي ننظف قصار وحديد، ونظفت ومشيت الامور عاديه، حسبتها من الخدمه وخلاص. قال لي والله ما في حاجه. قلت له باهي فهمني، انا بتقطع لي رزقي، اب لثلاث بنيات، يعني انا مستحق للخدمه. قال لي لا لا والله ما في حاجه، لكن احنا هيك زحمه. قلت له عندك يجي 20 افريقي، ما لقيتش الا انا.
ليبي من الخدمه ليبي، وحيد ليبي وباقي ثلاث ليبيين ثانيين مشرفين يخدموا. قال لي لا لا خلاص تم المهم ما يعش بيني نقش. قلت لا باي حسبي الله ونعم الوكيل وطلعت. بعد ثلاث اربع ايام اتصل بي قال لي تعال اخي تبي تخدم انت وين؟ تعال اخي تبي تخدم ما متني في اللذه هذيك يعني انت انا عندي كرامه ما نوليلكش تو رزق على الله سيبته ومشات في رزق لي ربي ولا اعطي حي مشات في حالي قعدت تبطلك كل مره ونخدم في مكانه. بعد شنو خدمت؟ تو ما فيش وظيفه ما فيش خدمت في سوق الاسره حتى هي مشرف على الموظفين افارقه ينظفوا في السوق واحد طارق صاحب الشركه في النظافه هو صاحب السوق طبعا شو بيصير؟ بيدز سقه سيبت سيبت باهي ما خدمتش في الدوله انت؟ قلت لك كنت نخدم بحار على السفن هذه الخدمه الوحيده اللي خدمت فيها بعدين؟ الدوله بعدين السفاره الامريكيه صرت الحار بعدين لما خدمت بحار في معاش يعني تاخذ فيه من الدوله الليبيه؟ لا 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 ما عندكش لا مرتب لا ما عنديش لا ما عنديش باي ما حاولتش تطرق باب الدوله انت تخدم؟ اقسم لك بالله ما خليت ولا مشيت. تعرف اللي نتعرف عليه واللي يقول لي اه تبي تخدم تبي وظيفه هات ملفك. ما نبيش ملف انا ما نبيش نخدم بشهادتي خدمني اي حاجه لما نعطي شهادتي. لا انت تبي مكان مليح ما نبيش مكان مليح انا يعني اي خدمه حتى مع اموال حتى عامل يومي ما عنديش مشكله. اي تم هات تليفونك والله الا امس ما نبيش ندخل اسماء واحد وعدني بخدمه قسم لا امس اتصل بي وبعت له رسائل لا عاد بيرد ولا عاد بي. ما فيش فايده. فيا عبد الرحمن كيف يطلع في قوت صغارة توا؟ كانت عندي عقب سيارة نخدم عليها وتوا واقفة تاكسي ولا شنو؟ لا لا سيارة خاصة باه؟ نخدم عليها كان لقيت حوايج رابش حديد حاجة بلاستيك نبيع فيه وماشي الأمور وتوا واقفة خيرها سيارة تبي كامبيو تبي هلبة حاجات باه؟ كامبيو نضرب ما نقدرش عليه حقها غالي باي عبد الرحمن توا باي بعد السيارة هذه وقف طلع غالب يعني أكيد بيسعى عبد الرحمن أكيد أنت قلت لي أنت طبعا عندك ثلاثة بنيات إيه. إن شاء الله ربي يحفظهم الله يبارك فيك إن شاء الله من حاملة كتاب الله إن شاء الله تفرح بهم آمين باي ما دامك أنت قبل ثلاثة أطفال يعني كل ما هذه السيارة الله غالب يعني ربك مكتوب أن هي وقفت وهي زي ما قلت أنت عقاب سيارة باي تو عبد الرحمن شنو يدار بعدها أكيد بيجري لقوت يوم نحاول بندور شنو تخدم تو؟ فيش طبعا فيش خدمة لكن الموصين نجري الموصين على خدام على مكين كل واحد يقول لي باي اصبر شوي اصبر شوي وماشي انا على الصبر وخلاص باي وباي عبد الرحمن كيف عايش؟ اهو الحمد لله مستورين والحمد لله. باي عبد الرحمن انت بكري قلت لي اني حتى يعني الحاجات البسيطه ما عندي زي شيني انت ما عندكش؟ والله شو ما اقول لك ثلاجه بمبله غاز هذا هو انا ما عنديش. انت الحوش هذا ملك ولا ايجار؟ لا ملك لا ملك ملك هذا ملك يعني. باي الحمد لله لا الحمد لله باي باي عبد الرحمن اكيد انت ما دامك صاحب اطفال وصاحب اسره اكيد كل اب يبي شيء لصغاره يعني كل صبح ينوض يفكر انه كيف يبي يدير حاجه مشروع ليها صغاره يعني مش من كلمه مشروع مشروع يعني باش يضمن قوت يومهم يعني كل مدخول انا طامع في مرتب شهري نخدم نبي وظيفه بس نضمن بها نوكل بها صغاري نمشي زي الناس نهايه كل شهر نلقى مرتبي نازل اميتي نبي نخدم نبي وظيفه باه هذه هي الحاجه الوحيده باش الواحد حتى يتهنى على الصغار لا قدر الله يموت ولا حاجه يضمن لهم مرتب ان شاء الله تعيش لهم ان شاء الله ان شاء الله تفرح بهم والبركه فيك المهم الصحيحه كويسه لا الحمد لله ربك يعطي لا الحمد لله. وانت يا عبد الرحمن زي ما نقول فيها ديما انت راجل تخدم لا الحمد وتكافح لله. لا الحمد لله. والحمد لله ها قلت لي خدمت في عامل في مش عارف وين وعامل في مواد البناء وزواق ومش عارف صحيح ولا لا الحمد لله نخدم الحاجه اللي قابلني وفيها نطلع فيها حاجه مصرف على الصغار ما نوخرش يعني ما نوليش نخدم اي حاجه المهم نجيب مدخولي بالحلال نجيب رزقي بالحلال الحمد لله الحمد لله الحمد لله صغيرة مصفتك عندي ثلاث بنيات ان شاء الله ربي يحفظها ماريا سنه ثالثه ابتدائي وميا سنه اولى ثلاث يعني صف ثالث واولى وهذه مثلا العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله ربي يسخرها ان شاء الله بارك الله فيك باي شنو حلم عبد الرحمن؟ والله زي ما قلت لك انا نبي مكان ثابت نخدم به نخدم نبي سياره نخدم عليها وظيفه كويسه نطلع منها معاش كويس هذا هو حلمنا احلام بسيطه يعني ما مش طامعين في الدنيا احنا نبوا باش نعيشوا وخلاص.
نصلح سيارتي هذه نولي للخط. تو انت هذه خدمة الحديد والبستك يعني تفهم فيها ولا غيرك؟ لا هيك عاش لقيت فيها كيف لقيت الباب هذا قدامي مشت معي الامور وماشي طلع مصروف يوم 15 يوم 20 يوم 50 يوم 100 يوم ما فيش والحمد لله. بيني وبيني وبينك والله ما هي خدمة تجيها روحك في امكانات استغفر الله يا ربي شو نقول لا اله الا الله الخفلها مستورة وخلاص. ربي يحفظك ان شاء الله. الله يبارك فيك. ربي يحفظك. الله يبارك فيك. الباب قسما بالله مرات ادوات في ايمات يغيبوا لان ادوات ما عندهمش والله العظيم صارت لي مرتين وثلاثة يوم تبي قراصة رسم يوم تبي مش عارف شنو تغيب قراصة ما تقدرش ما قدرش عليها تخاف من المدرسة نغيبها لثاني يوم ولا ثالث يوم نخدم ونجيب لها. وسع بالك خلاها لله. لا الحمد لله. خلاها لله. لا الحمد لله. ديما يقول لك ربي ارمي حمولك على الله. الحمد لله. في رب كريم الصبح ديما لما تنوض تقول اعطي حي. لا الحمد لله. والرزق علي ربي. نصلوا ندعو كل يوم والحمد لله وماشي الامور. ان شاء الله ربي يبارك. ربك سترها الحمد لله. ان شاء الله ربي يبارك لك. الله يبارك فيك. باهي عبد الرحمن انت زي من بكري سالتك انت ما جاوبتنيش قلت لي حلمي بسيط لكن ما قلتليش شنو هو حلمك. والله شو نقول لك انا قلت لك يا نبي نخدم نبي في وظيفه ولا نخدم على حالي في سيارتي ولا في سياره باهيه نخدم نحمل عليها ونطلع مصروف القوت يومي وخلاص ما يهم شيء ثاني. باهي انت مشيتش بروحك للدوله حاولت تخدم؟ مشيت اقسم بالله قلت لك ما خليت حتى المعارف في اصحابها في اماكن مليحه. ايه باهي باهي قسم بالله لما يصبح رقبي يسكر علي. وفي ملفات ما خليت وانا وزعت عندي ملف عندي من الاكاديميه البحريه وعندي من السفاره الامريكيه شهاده سيفتي الامن والسلامه وعندي شهاده معهد متوسط يعني لما انت شنو شهادتك الاصليه تخدم معهد متوسط با وعندي قلت شهاده سكيورتي دوره في السفاره. نبي نستفسر انت لما كنت تخدم في البواخر ايه؟ تبع الدوله الليبيه بحار اي بحار في شركه النقل البحري في النقل البحري ايه؟ كويس بعدين وقفوا لكم مرتباتكم عاش في مرتباتك باع السفن باع السفن دورنا مرتب من القوه العامله ايه 450 جنيه بعد اربع خمس شهور ينزل لك مرتب 450 جنيه يعني ما نوصل فيهم ما يوصلش الحوش ندور على المحلات ندور على المحلات هذا وهذا 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 اقسم بالله العظيم يقعد منهم حتى قرش. محلات ما يرحموكش الغذائيه وبالسيف توقف عليه وبتاخذ. قلت لك ما عادش نطلع بيد مصر في الطول نمشي بيد محلات ما عمريش خشيت ممكن بمرتب للحوش. باهي احنا يا عبد الرحمن نبي نطلع انا وياك في بدايه الشارع شو رايك؟ نتمشوا شويه هيك. مش معي يصورونا شوية نختموا معك وإن شاء الله بيصير لك كل خير. باه إن شاء الله. حاولوا نشوفوا لك عمل حكومي. إن شاء الله والله. شوفوا لك عمل في القطاع الخاص. ماذا بي والله. إن شاء الله. إحنا نبغى تقول نتمشوا شوية كي مع بعضنا وبإذن الله بيصير لك كل خير. إن شاء الله باه. باه. باه حاضر. إن شاء الله ماشي. بسم الله. وسع بالك وخلاها لله يا عبد الرحمن. إي والله لا الحمد لله ماشي. اسمع. ديما الرزق علي ربي راه. لا الحمد لله الحمد لله. وديما خلي إيمانك بالله وأنت زي ما قلت لك راه راجل تكافح وتخدم. من أجل صغيرتك وماكش ميس. لا الحمد لله. في ناس راهي راكده في الحياة شو تقول ما فيش عمل. صح. صح ولا لا؟ الحمد لله. لكن أنت الحمد لله هاك تخدم وإن شاء الله ربي يبارك لك. يدق ما عند الصغار تدق وين ما تجي. أيوة وإن شاء الله ربي يبارك لك يا عبد الرحمن. بشوي على أخرك فيها. أخوي عبد الرحمن إن شاء الله ربي يبارك لك في بنياتك وزي ما شكروك الناس راهو قالوا لنا راجل يخدم. ويكافح من اجل لقمه العيش الحلال وراجل ينوض الصبح يدور في قوت صغاره وان شاء الله ربي يحفظك. احنا برنامجنا اسمه يا عبد الرحمن اسمه العاطي حي وديما العاطي حي وديما ربي يقول احنا طبعا زي ما نقول فيها ربي يقول الرزق على الله. ايوه رزق على الله ديما رزق على الله وتنوض الصبح انت تقول رزق علي ربي الحمد لله. وعندي كلمه ديما نقول فيها احنا سبب لا اكثر ولا اقل في هذا الرزق اللي جابوا لك ربي
اللي هي السيارة دي اللي تات كلها ليك انت يا خال. بارك الله فيك، بارك الله فيك استاذ، والله لا صبر هذا تات لك وان شاء الله ربي يبارك لك. والله لا هلب علي بالله. لا لا ما في شيء يلب علي. والله لا هلب علي يا استاذ، ايش جبتها هذا كله ليك ورزقك ونصيب الصغيرة، وان شاء الله ربي يبارك لك اتات كامل، وان شاء الله ربي يبارك لك فيه. الله يستر، الله يستر، ان شاء الله ربي يبارك لك فيه. طبعا هذا تهت كامل، ان شاء الله ربي يبارك لك في رزقك وفي صغويرتك، وربي يحفظك ويعطيك صحيحتك، وربي نمشي نياك مره ثانيه شويه نشوف في قدام نمشي، ان شاء الله ربي يبارك لك. طبعا هذه كهرباء منزليه كامله حتى هي ليك ولصغارك، ان شاء الله ربي ان شاء الله في هالرمضان الله يستر ما ينفعوك، الله يرحم والديك. والله لا هلبه، والله بلا هلبه علي هذا. لا لا ان شاء الله ربي لا يبارك، والله لك. لا هلب علي، والله ان شاء الله ربي يبارك لك. ان شاء الله ربي يبارك لك خوي، ان شاء الله ربي يبارك لك. الله يحفظك، هذا رزقك وهذا رزقك، وان شاء الله ربي يبارك لك. بارك الله فيك، وزي ما قلت لك انت راجل تستاهل. والله لا هلب علي يا اسامه هذا، والله لا هلب يا استاذ، والله لا هلب بالله، والله لا هلب علي ان شاء الله. والله ما توقعت حاجه زي هذه. اسمعني هيك نهايه كل قصه كان الحلال مطلبها، فما بعد الضيق الا الفرج، والفرج اللي يجي من عند الله مش بعيد، وما زال فرج المولى عز وجل وكرمه مستمر إلى أن يورث الأرض ومن عليها. وزي ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. أنا ما طلبت شيء، أنا طلبت خدمة وظيفة بس، نكتب حتى في الفيس اللي ينزلوا حتى يكتبوا بالكذب بان عندنا وظائف شاغره، نجي بشرطه هو يكذب. انا نقعد نلهج بشرطه وظيفه بس نبي نخدم وظيفه. تعال خذ الوظيفه محترمه، تعال خذ الوظيفه. يلا طيف يا رب، هذه السياره ملكك ورزقك مش تخدم عليها. يلا طيف ورب يبارك لك فيها. خلي ذالي ربي ديما وكل امرك ديما لي، ومهما الدنيا ضاقت بينا تفكر إن العاطي حي. خليها لربي ديما وكل أمرك ديما لي، ومهما الدنيا ضاقت بينا تفكر إن العاطي حي. أسعد ما الفعل الخير تلقى الرازق يسعدك، واللي كتب ربي يصير عمر الخير الله. هذا الانفتيح، وان شاء الله ربي يبارك لك. الله يبارك وولع سيارتك، وهذه بضاعتك، وان شاء الله ربي يبارك لك. الله يسترك، الله يسترك. هذه سياره تبي تخدم عليها باهي، تبي توصل فيها الصغيره للمدرسه باهي، هي سياره خدمه. الله يرحمك يا ولد. وعندك عقد عمل في شركه الاصاله للاتات المنزلي، تقدر من غضوه تجي الشركه وتبدا تخدم. بارك الله فيك، هذه هذه الكبيره، هذه هي الوظيفه. ان شاء الله الله يرحم والديك، الله يسترك. من غضوه تجينا شركه الاصاله، ان شاء الله ربي يبارك لك، الله يفتح، وتقدر تخدم معاهم. الحمد لله. وهذه سيارتك وملكك ورزقك، تبي تخدم باهي وعقدك غادي موجود في شركه الاصاله، ان شاء الله ربي يبارك لك. الله يرحم والديك. انت راجل تستاهل، ان شاء الله ربي يبارك لك. ولا سيارتك، ولا سيارتك، الله يستر. اركب ولا سيارتك. الله يرحم والديك. الحمد لله وبفضل الخيرين قدرنا نجبره فيها بخاطر إنسان شاقي، وشفنا ضحكته اللي غابت طول الحلقة. تستاهل يا عبد الرحمن.
وسخر الشمس من نورها الدفي خالق الليل والقمر بنجوم رزقك على العاطي الكريم الحي زي ما خلق رب السماء والميل وسخر الشمس من نورها الدفي رزقك